السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم واحد لافورماسيون زوينه بزاف بالنسبه للناس اللي باغين يخدموا في المانيا. يسوفي انه يكون عندك واحد الدبلوم ديال التكوين المهني، وبقاو معنا باش تعرفوا المراحل باش تقدروا تمشيو لالمانيا وتخدموا فيها. لوبجيكتيف ديال هذا الفيديو هو انني نشرح لك كيفاش تقدر تمشي لالمانيا بالدبلوم ديال التكوين المهني. باش توصل الهدف ديالك سهلة، ولكن خاصك تتبع معايا الخطوات التالية حتى لفان ديال الفيديو. اول حاجة خاصك ديرها هي ديال الاعتراف ديال لو ديبلوم ديالك. كاين واحد لو سيرفيس مختص بهذا الشيء كامل، هو ihkfosa.de. كنصحكم تراسلهم، كيجاوبوا نورمالمون في اقل من ساعة. اول حاجة غتحتاجها هي استمارة طلب الاعتراف اللي غتلقاها في الرابط اللي هضرت لك عليه قبل قليل. ثاني حاجة وهي اهم حاجة هي الدبلوم اللي باغي تخدم به مع لائحة المواد اللي درستيهم. بيان سور الدبلوم خاص يكون مصادق عليه ومترجم للغة الالمانية. ثالث حاجة هي جميع الشواهد اللي كتدل على الخبرة ديالك في هذاك المجال اللي باغي تخدم فيه، وبيان سور خاص يكون مصادق عليها مترجمة حتى هي الالمانية. رابعا جميع الدبلومات والشواهد ديال الستاجات اللي دوزتي اللي لها علاقة مع المجال اللي باغي تخدم فيه. خامسا واحد الحاجة مهمة بزاف هي جواز السفر الباسبور ديالك. سادسا السيرة الذاتية ديالك. وسابعا المضمون ديال التكوين اللي درتي، سيتادير لي ديتاي ديال الدبلوم ديالك وشنو قريتي فيه الى اخره. هاد الوثائق ممكن ترسلوهم في البريد العادي او في البريد الالكتروني، سيتادير بار ميل. ملي غتصيفطوا الملف ديالكم غيقولوا لكم شحال خاص تخلصوا. نورمالمون خاصكم تعولوا على واحد لسوم اللي تقريبا هي 600 اورو. لو تريتمون ديال لو دوسيي كياخذ 3 اشهر، اللي كنصحكم تستغلوها باش تعلموا فيها الماكسيموم ديال اللغه الالمانيه، حيت بيان سور هاد ليطاب غتسهل عليكم لانتيغراسيون في المانيا. اخر مرحله كتبقى لك هي انك تقلب على خدمه بمراسله الشركات ديريكتومون. كتسني الكونطرا ديالك وسير لالمانيا، هنيئا لك. ولكن قبل كل شيء ما تنساش انك خاصك دير الفيزا. قبل ما تخرج من لا فيديو ما تنساش تخلي لنا امتي كومونتير امتي لايك، واذا كانوا عندك تساؤلات نيزيتي با لي كومونتير مديورين هادشي. نتمنى انك استفدتي معنا في هذا الموضوع. المهم لوبجيكتيف ديالنا هو هذا، انكم تستافدوا وتوصلوا للهدف ديالكم. وما تنساوش تخليو لينا ام تي كومونتير ام تي لايك، ونيزيتي با تبارطاجي معك الناس اللي عزاز عليكم. تهلاو لي فراسكم على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.